نحن مشجعات كرة السلة، احتفوا معنا سلة سلة. نحن مشجعات كرة السلة، احتفوا معنا سلة سلة. تبا يانا تبدو رائعة، وأنا أحببت ديانا. ليالي جميلة أيضا. تبا بروفاستي، ألست مع يانا؟ مرحبا، رحبوا بالمشجعة الجديدة. ماذا؟ من أين حصلت على بدلة المشجعات؟ هل تتطفلين على خزانات الناس؟ هذه البدلة ليست لك. صحيح، أنت لست في فريقنا. لقد تحولت لهذه المدرسة والآن سأشجع لاعبي السلة. ماذا في أحلامك؟ بنات، هل سمعتم هذا؟ قالت أنها ستشجع لاعبي كرة السلة. أجل، حتى وإن كنت لا أملك صديقا لاعب سلة، لكن لن أتقبل فكرة أن تكون في فريقنا. بما أنني هنا، شباب لن تخسروا أي مباراة. أوه مستحيل، انظر لكنوبا. بنات، هل رأيتم هذا؟ أتظن أنها تستطيع أن تحظى بلاعبي كرة السلة؟ حسناً أيتها القاعدة، أريني التدريبات، أنا الآن في فريقك. اسمعي، إن لم تبلي حسناً في التدريبات ستطردين من هنا نهائياً، ولا أهتم كيف دخلت للفريق. أنا مستعدة. اسمعي، لا مكان للضعفاء بيننا. انظري، سيكون هذا صعب. حسناً بنات، هل نبدأ التمرين؟ لاعبو كرة السلة استمتعوا. حسناً، هيا بنا. أوه، 1 2 3 4 5 6. اسمعي كنوبا، عودي للخلف. كنوبا، عودي لمكانك. كنوبا، هيا عودي لمكانك. هيا دعوني، سأقف حيث أريد. هذا ليس مكانك كنوبا. أجل، أتفق. كيف جاءت هنا؟ جدتها مشجعة سابقة. بنات، لا تصرفوا انتباهكم. 1 2 3 4. 1 2 3 4. أرتيم، سعيدة لأنك طلبت أن أذهب معك للحفلة. هذا لأنني لم أجد فتاة أخرى. أرتيم، تعال هنا بسرعة، علينا أن نتمرن على رقصة والدز لنكون أحسن الراقصين في الغرفة. هيا باتريك، سعيدة لأننا سنرقص معا في الحفلة. أنا سعيد أيضا. هيا أرتيم، انظر لنفسك، اندفعتني بهذه الطريقة في الحفلة، فبحركة واحدة لن تكون في الحفلة بعدها. فهمت أرتيم. جيجي اهدئي، هذه ليست الحفلة بعد. جيجي، ستكون الحفلة خلال شهرين، سنتدرب جيدا. أكمل التدريب، لا أريد أن يدفعني أي أحد في الحفلة، أهذا واضح؟ أرتيم، جوني لنكمل الرقص. هيا أرتيم، اسمع باتريك، لنرقص رقصة والدز. لا ماروسي، أنا أحب الرقصة الكلاسيكية. أوه ما هذا؟ اقتربت الحفلة ويتدربون. وكيف سنذهب للحفلة؟ سأطلب من ديانا أن تذهب معي. ماذا عليك أن تجد فتاة أخرى؟ ماذا، هل تتمرنون؟ انظر إلى ذاك الثنائي، إنهم يناسبون بعضهم البعض. أجل، مناسبون جدا. هل تغارون لأننا مع الفتيات وأنتم لا؟ ماذا كييف، أنت لم تريد أن ترقص معي، الآن أنا أرقص مع أرتيم. جولي، لا تنظري لكييف أبدا. ديما، انظر لهذا، أنا سأرقص مع باتريك. تبا، ماذا يظنون نفسهم؟ كييف، انظر لهذا الرقص، هذا ليس رقصا أبدا. هيا ديما، هيا. تبا ديما، ماذا إن رفضت؟ سترفض إن طلبت أنا ذلك، لكن ستقبل إن طلبت ذلك أنت. حسناً، هيا، لست متأكداً. عليك أن تخبرها أن الأمر مهم. حسناً، سأفعل. أوه، 1 2 3 4. ديانا، يمكنك أن تأتي هنا؟ كييف، ماذا؟ ديانا، يمكنني التحدث معك، إنه أمر مهم. انتظر كييف. حسناً بنات، لا تتوقفوا، أكملوا. لنبدأ. 1. هي كنوبا، أنت لست القائدة، هيا عودي لمكانك بسرعة. هل سمعت هذا كنوبا؟ عودي مكانك. لنكمل التمرين. 1 2 3 4. أوه كييف، ماذا؟ لديك دقيقة لأنني مشغولة. ليس خطأي هذا من طلب مني ذلك. تبا ديما، إنه وقت التدريب وأنت تشتت انتباهي، ماذا تريد؟ حسنا ديانا، أتعلمين؟ الحفلة ستكون خلال شهرين وأحتاج لصديقة. ديانا أرجوك كوني صديقتي في الحفلة. تبا ديما، هل جننت؟ هل تريد أن تشتت انتباهي عن تمريني لكي تحني ركبتك هنا وتطلب مني أن أواعدك؟ ديما، لا أستطيع فعل هذا، تعلم أنني أواعد سمايل. ديانا، لا يهم من تواعدين، يمكنك الذهاب مع ديما، سمايل سيجد فتاة أخرى. هل أنت أحمق؟ ماذا تقصد بسمايل سيجد فتاة أخرى؟ هل نسيت أنني أنا معه؟ تبا ديانا، أنا أتوسل إليك هنا، سمايلك لم ينحني لك من قبل أبدا. أوه ما الذي يحدث هنا؟ هيا أخبروني.
حسناً سمايل، الأمر هو انظر ديما يطلب مني أن أكون رفيقته في الحفلة. سمايل هذا ليس جيد. اسمع ديما، هل لديك مشكلة؟ كم مرة علي أن أخبرك بأن ديانا صديقتي وأنها ستذهب معي للحفلة؟ الأفضل أن تبتعد، مزاجي سيء. اسمع ديما أصمت، هذا تحذير مني فقط. كيف، هل تنوي دعوة يانا لتذهب معك أيضاً؟ اسمع بروفاستي، ماذا سيفعل هذا مع يانا؟ ديما أخبرتك أن تجد فتاة أخرى. ديانا ماذا تظنين نفسك؟ ديما لن يركض خلفك. أتعلم كيف؟ أنت حقا غبي، لم يكن عليك أن تطلب مني المجيء هنا. حسنا سمايلك، لنلتقي في الاستراحة. ديما إن لم تتوقف عن ملاحقة ديانا لا يمكنني أن أضمن لك ردة فعلي. ماذا؟ لا يمكنك توقع ما سأفعله أيضا. ديما لا تغضبني. هيا ديما لنجد لك فتاة أخرى أفضل وأجمل. هيا احذر سمايلك، لا تغضبني. سمايل علينا أن نفعل شيئا معه، ماذا يظن نفسه؟ أجل هيا اذهب وإلا سأجعلك تندم. تخلص من جديلتك مسعور. هذه ليست جديلة، هذه ربطة. اسمعوا شباب، السنة الماضية بعد الحفلة كانت هناك أمسية في منزلي، وأجمل فتاة كانت في المدرسة قامت بحضني. واو. أرتم توقف عن الكذب، أنت تتباهى فقط. أنا أتباهى، جميع الفتيات كانوا يركضن خلفي في المدرسة السابقة، والأجمل أرادت أن تتزوج بي. هذا رومانسيا جدا. أرتم، هل أرادت أن تتزوج بك؟ لأنني أريد أن أتزوج بك أيضا. أوه جولي، أنهي دراستك أولا. أتعلمون ماذا شباب؟ المعجزات يمكن أن تحدث في الحفلة. أرتم لدي شعور أننا سنتزوج. جيجي سنرقص رقصة والدز فقط. جيجي ماذا تقصدين بأنك ستتزوجين؟ عليك أن تتخرجي وتجدي عملا أولا، بعدها فكري بالزواج. أجل ماروسي أتفق معك، عليك أن تجدي عملا بعدها تزوجي. ديانا أريد منك أن ترسلي لي جدول التدريب لكي لا أفوت أي حصة. اسمعي كنوبا، إن كنت لا تريدين تفويت التدريبات فابحثي عن موضوع المشجعات على موقع المدرسة، كل شيء موجود هناك، أنا لا أدين لك. أريدك أن ترسليه لي. أوه انظروا، هناك إعلان جديد، انتباه للجميع، بدلة المشجعات اختفت، إن كان هناك أحد ما يعرف شيئا بخصوص هذا الرجاء إخبار المديرة. تبا اللصوص في المدرسة، علينا أن نراقب بدلتنا وإلا سيأخذون بدلتي أيضا. أتساءل من سيكون اللص؟ ربما الفتاة التي تريد أن تصبح مشجعة. واسم الفتاة غالبا هو كنوبا. أجل كنوبا، اسمعوا بنات، حصلت على هذه البدلة من بنات كفى، اهدأوا سأشرح لكم. أجل من فضلك. أجل من فضلك. هيا أخبريني. هيا أكملي كنوبا. أبا لما تصرخون؟ المديرة طلبت أن تهدأوا. لما نصرخ؟ هذا لأنه يوجد لص هنا. أجل كنوبا، هيا لنذهب لمكتب المديرة. حسنا فهمت، توقفوا عن الصراخ، لكن لدي اقتراح. أوه أولاد، هل سمعتم هذا؟ شباب هل سمعتم هذا؟ تريد إبرام صفقة، أحدهم لا يريد مقابلة المديرة. ماذا حدث؟ ما كل هذا؟ كفى شباب، أيمكنكم تركنا؟ هذا ليس من شأنكم. لا كنوبا، سنتحدث هنا أمام الجميع. أجل نريد أن نعرف. فهمت. حسنا، لست متأكدة إن كنتم تعرفون هذا، جدتي مشجعة متمرسة ويمكنني أن أطلب. أجل مشجعة متمرسة. عليكم أن تصدقوني، إن لم تخبروا المديرة يمكنني أن أطلب منها أن تقدم لكم بدلة الدور الأعلى. كنوبا، لما يجب أن نثق بك؟ ادأوا بنات كنوبا، وما هو الضمان؟ إن أردتم يمكنكم أن تأتوا لمنزلي، وجدتي ستثبت أنها تمتلك البدلات. فهمت، هذا عراك الفتيات، هذا لا يهمنا أبدا. هيا بنا للمطعم. حسنا كنوبا، إذا سنغير ملابسنا ونذهب معك للمنزل. أجل هيا، أنا عند كلامي. حسنا شباب، لا تحاولوا سرقة أي شيء، هذا سيء جدا. شباب ضعوا إعجابا وأيضا اشتركوا في القناة، ولا تنسوا تفعيل الجرس، ونحن سنلتقي بجدة كنوبا ونرى إن كانت ستعطينا البدلات. وداعاً.